صراحة أنا طلعت لأنه كان عندي شغلة مهمة، بس أنا عم أقول الحقيقة، عن جد ما بعرف وينها مليشكا وما بعرف شو صار معها. أنا ما عملت لها أي شيء. ليش ما بتقولي وين كنتي؟ إيه سيدي، هي كانت خبرتنا من الأول لو إنه ناوية تحكي. أكيد إجت عبيتنا مبارح وهي يلي خطفتها لمليشكا. ما صار هيك شيء أبداً. كفي سيدي، طولت هالمسرحية. بنتي مخطوفة وما بعرف شو وضعها وهي ما بدها تحكي. بقى لو سمحت اعتقلها فورا وحققوا معها بطريقتكم الخاصة، لأنه هي الطريقة الوحيدة لنعرف شو الأسرار اللي عم تخبيها. ليش هيك عم تحكي عن أختي؟ عمو، أنت بترضى يجي حدا يحكي على بنتك بهي الطريقة شي؟ عفوا، أنت كيف بتتجرأي وبتحكي معي بهي الطريقة؟ إيه وشو مشان طريقتك أنت؟ أنت كبير ما؟ بقى طبيعي أعمل هيك إذا ما بتحافظ على احترامك. شالو؟ خلصنا أختي بقى. عم تحكي على أختي بهي الطريقة، ليش أنت شو بتعرف عن أختي؟ بعدين يكون بيعلمك إذا بتروح تدور على مليشكا بتعرف شو صار معها وشو الأسرار المخباية. لا قليلة أدب. لا استني لحظة، اسمعيني بترجاكي. عمو أبهاي، عم قول الحقيقة، أنا ما عملت شي ولا حتى بعرف مليشكا وينها. لو سمحتوا أنتوا ليش ما بتصدقوني؟ ليش إلك قيمة هون لنصدقك؟ لمين لكان؟ مليشكا؟ بكفي لهون وبس، تجاوزتي حدودك رح تندمي كتير على هالشي. لا انتي اللي رح تندمي وانتو كلياتكم رح تندموا كمان وقت تعرفوا الحقيقة. انتي لا عفو. الناس المحترمين بيتصرفوا بهاي الطريقة؟ لو سمحت لا تحاكيها بهالطريقة، احكي مع حدا تاني. شالو اطلعي من بيتي بهاللحظة وفوراً. قلت لك هلأ اطلعي من بيتي، يلا اطلعي بسرعة. شالو وقفي. مادام انت رح تروحي معنا. شو؟ قلت لك اني ما عملت اي شيء غلط، بقى ليش لحتى اروح معكن؟ انا ماني رايحة معكن، ما رح روح لمكان. شوفي، نحن عنا طرق تانية لناخدك معنا، بقى لا تجبريني استعملهم وإلا بعتقلك بتهمة تانية، محاولة عرقلة عمل الشرطة. لا بقى لو سمحتي تفضلي. لا أنا ما رح روح معكن، أنا ما عملت شي غلط، أنا ماني رايحة معكن. ستي انتي بتعرفي اني ما عملت شي غلط، بقى لو سمحتي لا تخليهم يعتقلوني، ما بدي روح معهم. عمو بترجاك عمتي، انا قلت الحقيقة، عن جد ما بعرف وينها، انا ما عملت شي غلط وهي الحقيقة، ما بعرف شو صار معها ولا حتى بعرف اذا عن جد مخطوفة. ماما لو سمحتي بترجاكي على القليلة انتي صدقيني، بترجاكي ما بدي روح معهم، ما بدي، بترجاكي. يلا خدوها قومي. لا بترجاكم ما عملت شي. فوتوا فتشوا الغرفة منيح، وانتوا استنوا هون لو سمحتوا. انتبهوا، اي شيء ممكن يكون دليل، فتشوا بكل مكان. سيدي لقيت هالحلق.
هذا الحلق لبنتك؟ فرجيني. لا معقول هاد حلق لك شمي ما هيك؟ طلعيني له. ايه صحيح هالحلق للاكشمي. شوفي وهلا قولي ما بتعرفي كمان ولا بتعرفي لمين بيكون وبحياتك ما لبستي واول مره بتشوفي هاد حلقي. يلا تركيني. ليش خليتيني هون؟ لاكشمي لاكشمي تركيني. ليلي ليش خطفتيني؟ جيزانا شو عملت لك؟ شو عملت لك؟ غلطي الوحيدة أني حبيته لريشي. أنا شو عملت غير هيك؟ أنا بدي ريشي يصير لألي وبس. هو دائما كان إلي مصبوط كان إلي لحالي. طيب ماشي ماشي أنا ما رح أعمل شيء وما رح أضل حياته لريشي أبدا. إيه بعرف لأنه إذا ما كان بحياتي رح أموت على الحالتين. بس تركيني روح هلا لأني عم بختنع لاكشمي. بترجاكي بترجاكي تركيني لو سمحتي لاكشمي. أنا رح أعمل كل شيء أنتي بدك يا أنا بوعدك. أنا ما رح أضل متعلقة بريشي. إيه بعرف إذا ما كان موجود بحياتي أنا رح أموت. بس بترجاكي لاكشمي بترجاكي تركيني لأني أنا عم بختنع لو سمحتي. هالحلقة لإلي بس كيف وصل لهون؟ عن جد أنا ما بعرف. قلي لنا كيف وصل لهون. عم قلك إني ما بعرف كيف وصل لهون. أنا ما أجيت لهون أبدا. شفتي نيلة قديش هي جريئة؟ لسات عم تكذب لهلا. شو فيها تعمل غير تكذب علينا؟ لا عم قول الحقيقة ماما. أنا عم قول الحقيقة. هاد الحلق إلي بس ما بعرف كيف وصل لهون لأني ولا مرة أجي. حضرة الشرطي خلاص بلاها هالدراما. رجاء نتصرف كل شي واضح. القانون بده إثبات وما كان عنا دليل يثبت وجودك مبارح. بس لقينا الدليل إنك أنت كنت هون وهالشي بيأكد إنك أنت خطفتي ماليشكا. يا ترى شو يلي صاير؟ شالو دقت وقالت لي إنه لاكشمي كانت متوترة كتير. ما رح أعرف شو صار لحتى ترجع هي على البيت. وكيف بدي أعرف يعني؟ أنا عن جد كتير معصبة. ليش عم يصير كل هالشي السيء مع أختي لاكشمي؟ كل ما بتنبسط بحياتها شوي بيصير معها مشكلة جديدة. أنا بعرف إنه أختي قوية كتير وفيها تواجه المشاكل يلي بتطلع بوشها. بس هالشي ما بيعني تضل عم تتعذب بالمشاكل وحدة ورا التانية. امنا وأبونا اتنيناتهم ماتوا من زمان وبيتنا وضيعتنا كل شي راح. بس هلأ لا أنا ولا شالو موجودين.